صرخة وجع واستغاثة من أحياء تعز المحاصرة. الحياة هنا مجرد ركام وأشلاء، فالحرب التي تشرف على إكمال عامها الأول ما تزال في ذروتها وتحاول القضاء على كل شيء، فيما يتمسك المدنيون بغريزة البقاء على أنها محاولة كثيفة لتجنب فنائهم. بهذا يصير الإفلات من الموت شرطا خالصا في حرب لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. الجميع في هذه المدينة يجربون صنوفا من العذاب للمواءمة بين كلفة الحصار الباهظة والاستمرار على قيد الحياة. يستعيرون بعض الطرق التي اختبروها في الأزمنة القديمة، يضيفون عليها استدامة الخراب ويجربون شرط البقاء مجددا. حياتهم تجربة مدهشة يمسكون بتلابيبها كي لا تسقط منهم فيسقطون معها. كل منافذ المدينة مغلقة وتحت رحمة القناصة، لا أحد يقدر على الذهاب لاقتناء الرغيف أو الماء والدواء، كما تصنع الميليشيا قيودا على حرية تنقل المواطنين ونهب حاجات الكثير منهم، بل ويتعدى الأمر إلى اختطاف بعضهم، كما تواصل الإمعان في إهانة النساء والأطفال وكبار السن العالقين في منفذ الدحي غربي المدينة. تداعيات الحصار والحرب فظيعة ومروعة في تعز. تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن العام الماضي سجل 600 حالة وفاة من مرضى السرطان، ما يعادل حالتي وفاة في اليوم الواحد تقريبا، والسبب كما يقول الأطباء تدمير وإغلاق مركز الأمل لعلاج مرضى السرطان ومنع دخول الأدوية الخاصة بالمرضى. ما يحدث في تعز تقول اللجنة الطبية الإغاثية أنها جرائم إبادة، ونشد رئيس اللجنة الدكتور صادق الشجاع المجتمع الدولي بوضع إجراءات حازمة وسريعة لوقف الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق المدنيين في تعز.